قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. الجو جميل، يبدو أنها ستمطر. هذا صحيح، أهن أجمل الوقوف في الهواء الطلق. واو، فعلا بسكويت رائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا جد، كيف حالك؟ ماذا تفعلون هنا يا أولادي؟ الجو رائع اليوم، والوقوف هنا ممتع. أرى ذلك، ولكن هذا طريق للناس جميعاً. لا أحد يمر من هنا كثيراً. ومع ذلك لا يمكن يا أبنائي أن تأخذوا نصف الطريق هكذا، فحتى الطرق لها حقوق أيضاً. نعم، أعرفها، لقد درسناها مثل رد السلام وكف الأذى. أحسنت يا فواز، ووقوفكم هنا قد يؤذي الآخرين حينما يريدون العبور. ولكن أين نذهب؟ ماذا نفعل إذن؟ جدي عنده خطة أفضل. اتبعوني يا أبنائي. المكان هنا أكبر والأكسجين أنقى. تمهل يا بد، ستقضي على الهواء بهذه الطريقة.